نتكلم في الزواج والطلاق، ولا نتكلم في النسب، ولا نتكلم في الأفكار اللي سيادتك كنت بتطرحها إن إحنا نقدر نحسن بيها موقف الأسرة المصرية. يعني سيادته كان في أفكار كتيرة بيقولها وإحنا فعلا بنشوفها على أرض الواقع، وجبنا الإحصائيات وجبنا كل الأدوات اللي تقدر تمكننا إن إحنا نصل إلى حقيقة الموقف في الأسرة المصرية. الأسرة المصرية الحمد لله بفضل التوجيه والمفتاح اللي فتحه سيادته في هذا الباب اللي كان مغلق وكان مقفول، احنا عملنا حاجات كتير فيه. يعني لقينا فعلا لما نيجي نتكلم على توثيق الطلاق، توثيق الطلاق كل الجهات وافقت عليه وقالت هذا شرعي، زي ما الزواج بيوثق يبقى الخروج وهو الطلاق يبقى موثق، والكل وافق على هذا. لما جينا نشوف برضو أسباب الطلاق، الطلاق احنا بنتكلم في ايه؟ هل الطلاق ده مجرد كلمة الواحد بيقولها يبقى يقع بيه الطلاق، ولا الطلاق ده لشروط وموجبات يتحقق بيها؟ فعلا لقينا ان في كثير من حالات الطلاق لا يستحق ان يقال عليها طلاق، ولكن كانت بتدون بمجرد ذكر الكلمة. هل المأذون بيقدر يتحقق ان الطلاق وقع فعلا ولا لا؟ ما كانش بيقع. ولذلك احنا بفضل التوجيه اللي قاله سيادته عملنا دوره كبيره بالشراكه مع وزاره الاوقاف والافتاء ودار الافتاء للمأذونين، وتبان ان برضو ان كان محتاجين فعلا دعم فكري وثقافي وقانوني للمأذون علشان يقدر يقول هل في طلاق وقع شرعا ولا لا، لان اللي بيكتبه بيدونه ده بيترتب عليه استمرار اسره. يا خراب اسره.